الله وبركاته. طبعا الزملاء المنظمين قالوا لي عندك من 10 إلى 15 دقيقة، فراح أكون سريع إن شاء الله. في البداية جزيل الشكر للمنظمين في وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا الملتقى، وإن شاء الله كسبا للوقت أدخل في المحاور مباشرة. المحاور إن شاء الله راح تكون بداية نتكلم عن وزارة العمل، أهداف التحول الرقمي، عوامل النجاح، رحلة التحول الرقمي، فرق التحول الرقمي، وبرنامج التحول الرقمي اللي هو الخطط، خطط التحول الرقمي وخدمات الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة للقطاع الحكومي، وأيضاً تطبيقات الهواتف الذكية والتكامل الرقمي ونتائج وأثر هذا التكامل الرقمي، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الرقمية وتجربة المستخدم والمشاركة المجتمعية. بداية، مثل ما هو معلوم، وزارة العمل أنشئت بموجب مرسوم السلطاني رقم 89/2020. بموجب هذا المرسوم تم دمج ضم كل من وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب، بالإضافة إلى اختصاصات مجلس الخدمة المدنية. وزارة العمل الآن تشرف على قطاعان وهما قطاع العمل وقطاع تنمية الموارد البشرية، ولكم حقيقة أن تتخيلوا حجم هذين القطاعين. المستفيدين أو المستفيدون من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما أن وزارة العمل هي وزارة خدمية، أستطيع القول أن معظم أو كل شرائح المجتمع مستفيدة بطريقة أو أخرى من خدمات الوزارة، سواء كانوا أفراد، مواطنين أو مقيمين أو قوى عاملة عمانية وغير عمانية، أيضا حتى المؤسسات الربحية وغير الربحية، الباحثون عن عمل، موظفو القطاع الحكومي، وأيضا الجهات العسكرية. حتى الجهات العسكرية الآن هي تحت مظلة وزارة العمل فيما يخص التوظيف. أهداف التحول الرقمي، كلنا نعرف أن الخدمة الإلكترونية الهدف منها الشيء البديهي اللي هو متطلب من الخدمة الإلكترونية، تقليل الوقت، تقليل زيارة المستفيد، تقليل المستندات، وأيضا توفير بعض الميزات مثل الدفع الإلكتروني. ولكن هل هذه الميزات أدت إلى الهدف الأساسي وهو رضا المستفيد أو رضا المستخدم لهذه الخدمة؟ هنا السؤال. وزارة العمل حاولت خلال الفترة الماضية إعادة هندسة كثير من الخدمات وتبسيطها بهدف الوصول إلى رضا المستفيد. ورضا المستفيد حقيقة من الصعب بمكان أن تصل إلى الرضا الكلي للخدمات التي تقدمها الوزارة، سواء كان وزارة العمل أو حتى الوزارات الأخرى. استكمل معكم العرض. وصلنا إلى عوامل النجاح. طبعاً دعم الإدارة العليا في أي مؤسسة، تحديد الأولويات، تشكيل فرق عمل واختيار فريق عمل ذو كفاءة، أيضاً التنوع في تقديم الخدمات، هذه من أهم العوامل في نجاح أي عمل. أيضاً من العوامل المهمة تبني المشاريع الوطنية. على سبيل المثال، المشاريع التي تستخدمها الحكومة، عندنا على سبيل المثال منظومة التصديق الإلكتروني ومنظومة الدفع الإلكتروني والتناقص الإلكتروني. التصديق الإلكتروني هي بوابة دخول موحدة تستخدم للدخول للأنظمة الإلكترونية. الدفع الإلكتروني أيضا هي بوابة للدفع الإلكتروني، بدل ما تكون كل وزارة تقوم بإنشاء بوابة دفع مستقلة، بالإمكان استخدام بوابة دفع موحدة. أيضا قياس الأداء والتركيز على التغذية الراجعة. التحول الرقمي بدأ في وزارة العمل منذ العام 2014 أو منذ العام 2013، لكن قبل ذلك بالنسبة لوزارة القوى العاملة، أنا أذكر كان أو حسب البيانات أنه أول موقع إلكتروني دشن في العام 2003، أول نسخة للموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة. النسخة الثانية كانت في 2006، والنسخة الثالثة كانت في 2009، والنسخة الرابعة أعتقد كانت في العام 2013، والنسخة الخامسة كانت في العام 2015، النسخة الحالية دشنت في العام 2019. أما بالنسبة للخطة التحول الرقمي بشكل عام في الوزارة، بدأت في العام 2013.
بدأت طبعا بإعداد المرحلة التجهيزية لتحول الرقمي، إعداد خطة لتحول الرقمي. في العام 2014 فعلنا الرابط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة، طبعا وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة من أوائل المؤسسات التي فعلت الرابط الإلكتروني مع وزارة العمل. فعلنا أيضا الرابط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية، بيانات الترخيص والتأشيرة. في العام 2014 أطلقنا أول تطبيق وهو تطبيق نعمل، وكان تركيز كان على الباحثين عن عمل. أيضا أطلقنا خدمة الترشيح الإلكتروني وخدمة الاستقالات وأيضا نظام حماية الأجور بالتعاون مع بنك البنك المركزي. في العام 2015 أهم المشاريع كانت التصديق الإلكتروني ونظام إدارة المستخدمين، بوابة الدفع الإلكتروني. أيضا استكملنا الرابط مع شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق ببيانات الوصول، وصول العامل عندما يصل للمطار ترسل بيانات العامل إلكترونيا إلى أنظمة وزارة العمل. أيضا أطلقنا خدمة تسجيل عقد العمل للقوى العاملة العمانية، وأيضا أطلقنا النسخة الخامسة كان في 2015، وتفعيل خدمة تسجيل وتجديد تصاريح العمل بمراكز السند. في عام 2016 أهم المشاريع كانت إطلاق من منظومة الشكاوى والبلاغات. بالمناسبة منظومة الشكاوى والبلاغات ممكن اعتبارها من المشاريع الوطنية، حيث يمكن استخدامها في الجهات الحكومية الأخرى. التكامل الإلكتروني أيضا مع شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالتجديد والمغادرة، تجديد بيانات القوى العاملة والمغادرة. أيضا إلزامية تطبيق الترخيص الإلكتروني الخاص التجاري. في تلك الفترة ألزمنا أصحاب العمل والأفراد أيضا استخدام الخدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. كان استخراج ترخيص يتم من خلال الكاونتر الوزارة، لكن في العام 2016 ألزمت الوزارة أصحاب العمل والمستفيدين استخدام الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني. في العام 2017 فعلنا خدمة بلاغات ترك العمل، بين قوسين بلاغات الهروب، هروب القوى العاملة غير العمانية. أيضا أطلقنا النسخة الجديدة لمنظومة تراخيص العمل، وفعلنا أيضا خدمة نقل الخدمات اللي هي المتعارف عليها نقل الكفالة. أيضا استكملنا الرابط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بخدمة نقل الخدمات اللي هي نقل الكفالة. في العام 2018 أطلقنا نسخة جديدة لمنظومة تراخيص العمل، وأيضا أطلقنا نسخة جديدة لمنظومة سجل القوى العاملة، وفعلنا الرابط الإلكتروني مع الإدعاء العام فيما يتعلق بالقضايا. وأيضا في تلك الفترة حصلت الوزارة على شهادة الآيزو في أمن المعلومات. بالإضافة في العام 2018 فعلنا الإعلانات عن طريق موقع الوزارة. هذه الخدمة بالمناسبة وفرت الكثير على المستفيدين، لأنه صاحب العمل عندما يقدم بلاغ يضطر أنه يروح يعمل إعلان في الجريدة الرسمية ويدفع عليها مبلغ، أعتقد 10 ريال أو 15 ريال. الآن بالنسبة للإعلانات تتم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. في العام 2016 أطلقنا النسخة الجديدة للموقع، 2019 أطلقنا النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني، وأيضا إصدار جديد لمنظومة تصاريح العمل. في العام 2020 استكملنا الرابط مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لإحالة الشكاوى العمالية. الآن الشكاوى بالمناسبة تحول إلكترونيا للقضاء. فعلنا أيضا منظومة طلبات المستخدمين. في عام 2020 كان هناك أصدرت الحكومة بعض التسهيلات والتي طبقت على منظومة تصاريح العمل فيما يتعلق بتخفيض بعض الرسوم وإلغائها. طبقنا العمل عن بعد في العام 2020 وما زال مستمر. أيضا فعلنا بعض الخدمات على منظومة أو بوابة مراكز السند. في العام 2021 نقل بعض الأجهزة والبنية التحتية، مثل ما ذكرت أن وزارة العمل هي نتاج دمج أربع جهات تقريبا، الخدمة المدنية والقوى العاملة ومركز التشغيل. هذا تطلب أن البنية التحتية توحد، وطبعا لم يكن بالأمر السهل. فعلنا نظام إجادة مورد بلس. مورد بلس بالنسبة بالمناسبة مورد بلس الآن مفعل في 34 جهة، المستهدف 27 جهة حاليا. فعلنا خدمة تسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية. بالمناسبة هذه الخدمة ستكون إلزامية في الأول من يوليو بالنسبة لعقود العمل للقوى العاملة غير العمانية. الآن هي موفرة لكن ليست إلزامية.
أيضا وفرنا خدمة تصاريح العمل للقطاع الحكومي. مثل ما تعلمون بعض الجهات الحكومية يتطلب العمل فيها جلب بعض القوى العاملة. أيضا تتم هذه العملية من خلال تقديم طلب لوزارة العمل. في العام 2022 أعدنا تشكيل لجنة التحول الرقمي. أيضا اعتبرنا الاستراتيجية استراتيجية تقنية المعلومات وعدنا حصر الخدمات. وصل عدد الخدمات الآن مع 91 خدمة تقريبا. أيضا من ضمن الأشياء المهمة فعلنا ربط مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمؤهلات. استكملنا ربط مع الإدعاء العام فيما يتعلق ببعض الخدمات الأخرى. أيضا فعلنا خدمة الترشيح في منظومة الأمان الوظيفي. وأيضا من أهم المنجزات في العام 2022 تكاملنا مع الهيئة الاقتصادية والمناطق الحرة بحيث أن الوزارة خولت الهيئة بإدارة تصاريح العمل فيما يتعلق بالمناطق الحرة. في العام 2023 شاركنا في مختبرات منجم، شاركنا ب 17 خدمة، وإن شاء الله في المراحل القادمة راح نزيد عدد الخدمات. فعلنا خدمة تسجيل الاستقالة، أيضا نظام تدوير الوظيفي. تكاملنا إلكترونيا مع شرطة عمان السلطاني فيما يتعلق بملكيات المركبات. ملكيات المركبات القصد فيها هنا لما صاحب العمل يتقدم بتصريح عمل تجديد يربط التصريح بالملكية. منصة الدفع الإلكتروني كان صار عليها بعض الترقية. فعلنا أيضا من الأشياء المهمة تطبيق الهواتف الذكية بالنسبة لمورد بلس، ولكن ما زال فرق العمل، فرق التحول. فريق التحول الرقمي يتكون في الوزارة من 4 فرق أساسية: فريق تطوير الخدمات الرقمية وهو الفريق المعني بإعادة هندسة الخدمات الإلكترونية وتطويرها، فريق التكامل الرقمي وهو الفريق المعني بالربط مع الجهات الحكومية، وفريق المحتوى وهو تحت إشراف دائرة الإعلام بالإضافة إلى بعض الأعضاء من دائرة تقنية المعلومات والدوائر الأخرى، وأيضا فريق إدارة التغيير هو الفريق المعني بنشر ثقافة التحول الرقمي، وأيضا هو هذا الفريق مسؤول عن إقامة الورش والورش التعريفية بالخدمات التي تطلقها الوزارة. برنامج التحول الرقمي عندنا 7 مشاريع رئيسية: مشروع تصاريح العمل، التشغيل، الرعاية العمالية، مورد، إقادة، الشؤون الإدارية وسجل قوى العمل. هذه المشاريع تحتاج إلى بنية تحتية بحيث تشتغل بالطريقة المناسبة. هناك 10 أنظمة داعمة لتشغيل هذه الأنظمة. خطة التحول حالياً معنا 14 مشروع قسمت على 5 سنوات. في كل سنة وضعنا نسبة، استهدفنا نسبة معينة. على سبيل المثال من أهم المشاريع حالياً إنشاء مستودع البيانات وذكاء الأعمال. عندنا أيضاً من المشاريع المهمة مركز خدمات مركز الاتصال، وأيضاً من ضمن المشاريع منظومة التدريب والتشغيل، وأيضاً منظومة الرعاية العمالية. هذه بس طريقة كيف طريقتنا في توزيع الأعمال، نسب الأعمال. موقع الوزارة الإلكتروني، هذه الخدمات، هذه الشريحة تبين عدد الخدمات التي تقدم خلال موقع الوزارة الإلكتروني. أنا بس عشان الوقت، الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي، توظيف منظومة التوظيف الحكومي وتجنيد موجه للقطاع العسكري، نظام مورد، الإقادة، تدوير الوظيفي والإقادة المؤسسية. أطلقنا في نهاية العام الماضي تطبيق معاك، وهو حالياً موجه للباحثين عن عمل، بحيث يمكن للباحث عن عمل الترشح للوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص. هذه بعض الخدمات التي تقدم من خلال التطبيق. التكامل الرقمي، حالياً الوزارة تتكامل مع تقريباً 35 جهة، بين جهة مزودة وجهة مستفيدة وجهة مزودة ومستفيدة. طبعاً هذه قائمة الجهات التي ترتبط مع الوزارة الإلكترونية. من أهم الجهات ذكرت شرطة عمان السلطانية، استثمر بسهولة التأمينات الاجتماعية. على سبيل المثال التأمينات الاجتماعية بالنسبة لعقد العمل، عندما
صاحب العمل يقوم بتسجيل عقد عمل للباحث. يتم طبعا العملية تتم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني. البيانات هذه لما يتسجل العقد ترسل إلكترونيا للتأمينات الاجتماعية بحيث يؤمن عليه بشكل إلكتروني. سابقا كان يتطلب من صاحب العمل لزيارة التأمينات الاجتماعية. أيضا مع غرفة تجارة الصناعة نتحقق من شهادة الانتساب، مع جهاز الضرائب نتحقق من شهادة ضريبية، والإدعاء العام أيضا مثل ما ذكرت نحيل القضايا العمالية للإدعاء العام. أيضا في ارتباط مع تعداد ومجلس المناقصات، أيضا مجلس المناقصات يحتاج البيانات عندما تتقدم الشركة لمناقصة معينة، المجلس يحتاج يتحقق من نسبة التعمين في الشركة. أعطيكم بس مثال للأثر بعد تكامل الرقم مع الجهات. أعطيكم مثال بالنسبة للبلاغات ترك العمل. بعد التكامل طبعاً هذه الخدمة يعني تتكامل، يعني ترتبط مع أكثر من جهة. أولها وزارة التجارة، شرطة عمان السلطانية، الغرفة. فكثير من الجهات إحنا علشان ننفذ هذه الخدمة مضطرين نرتبط مع أكثر من جهة. قبل الربط كان عدد الجهات 9 جهات. الآن بعد الربط صارت 4 جهات، يعني طبعاً بعد إعادة الهندسة صارت 4 جهات والتبادل يكون إلكتروني. التواصل صاحب العمل علشان يسجل بلاغة ترك العمل كان تواصل مباشر حضور، الآن عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. المدة من 30 إلى 40 دقيقة، الآن ما تتجاوز 5 دقائق، وأصلاً هي خدمة ذاتية. عدد الزيارات كانت 4 زيارات، الآن 0 ولا زيارة. الوثائق كانت تقريباً مع 18 ورقة ترفق مع الطلب، الآن يرفق كشف الرواتب في حال عدم توفر الربط الإلكتروني، ولكن معظم الطلبات متوفر فيها الربط. خدمة نقل الخدمات اللي هي نقل الكفالة، كانت عدد الوثائق مع 15 وثيقة، الآن ولا وثيقة. مدة كانت تحتاج من 3 إلى 5 أيام ربما أكثر، الآن ما تتجاوز من 20 إلى 25 دقيقة. يعتمد على صاحب العمل الحالي، يعني يعتمد بينهم مدى التوافق. الوزارة ما تتدخل بين صاحب العمل الحالي وصاحب العمل السابق. إذا كانوا متفقين النقل يكون بشكل مباشر. طبعاً استخدمنا التصديق الإلكتروني، ما يحتاج يوقع، يدخل بالتصديق الإلكتروني والدفع يكون بالطريقة الإلكترونية أيضاً. تسجيل عقد العمل للعمانيين أيضاً، علشان صاحب العمل علشان يسجل عقد عمل يروح مكتب سند ويطبع ويدخل بعد موقع الوزارة، الآن لا، عن طريق موقع الوزارة يسجل عقد العمل مباشرة، ما يحتاج ولا زيارة للوزارة. عدد الوثائق اللي كان يرفقها تقريبا مع 18 وثيقة، الآن ولا وثيقة، وهي أصلا خدمة ذاتية. سابقا كانت 3 أيام خدمة ذاتية، أقصى فيها خدمة ذاتية يعني ممكن تخلصها في نفس اللحظة. إذا كان الباحث موجود عندك ممكن يعمل موافقة مباشرة على العقد، والدفع إلكتروني، وأصلا ما فيها توقيع، عبارة عن تصديق إلكتروني. تسجيل عقد العمل لغير العمانيين أيضا بالنسبة لعقد العمل لغير العمانيين بنفس الطريقة، ما فيها ولا وثيقة، التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني. مؤشرات رقمية، حاليا عندنا 91 خدمة، منها تقريبا 53 خدمة إلكترونية. عدد المستخدمين في التصديق الإلكتروني يفوق 2 مليون. عندنا 21 خدمة غير إلكترونية، وعندنا 17 عبارة عن شبه إلكترونية وشغالين عليها، وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة راح نشاركها في مختبر منقم. هذه بعض الإحصائيات التي أخذت في الفترة الأخيرة من 1/1 إلى 1/5، وهذا عدد الذين يستخدمون التطبيق معاك حاليا بالنسبة للأندرويد والآيفون. تجربة المستخدم والمشاركة المجتمعية، طبعا الوزارة قدر المستطاع هناك في مشاركة، ويعني قبل لا ندشن خدمة إلكترونية نحاول نجلس مع مقدم الخدمة والمستفيدين من الخدمة. حتى بعض أصحاب العمل نطلب منهم الحضور للوزارة لطرح الخدمة قبل تدشين أو قبل يعني إطلاقها. هذه بعض الجوائز التي حصلت عليها الوزارة في العام 2018 و17 و16 إلى العام 2013.